يتم تدبير الماء بالمغرب على مستوى الأحواض المائية من طرف وكالات الأحواض المائية، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وكالة الحوض المائي لسوسمسة وضرع مؤسسة مكلفة بتدبير الماء على صعيد هذه الأحواض، وتنسق بين مختلف المتدخلين في ميدان الماء من خلال إعداد المخطط المديري للتهيئة المنثمجة للموارد المائية والسهر على تنفيذه ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي، وتقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة خاصة تقنيا من أجل وقاية موارد المياه وإنجاز قياسات مستوى المياه والدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، إنجاز قياسات جودة المياه وتطبيق مقتضيات قانون الماء، اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة لضمان تزويد السكان بالماء في حالة أزمة المياه المعلن عنها أو للوقاية من أخطار الفيضانات، تدبير ومراقبة استعمال الموارد المائية المعبأة، إنجاز البنيات الضرورية للوقاية من الفيضانات، مسك سجل لحقوق المياه المعترف بها والامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة. تبلغ مساحة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوسمسة وضرع 130 ألف كيلومتر مربع، تتألف من ثلاث وحدات مائية كبرى: حوض سوسمسة، حوض درعة، وحوض قلميم. وتبلغ ساكنة المنطقة 3,540,000 ألف نسمة، ما يعادل 10% من سكان المغرب، ويشمل كليا أو جزئيا ثلاث جهات: جهة سوسمسة، جهة درعة فيلالت، وجهة قلميم وأدنون. ويضم حوض سوسمسة حوالي 69% من ساكنة منطقة نفوذ الوكالة في طقس جاف يتغير من النمط الرطب إلى شتاء بارد وتساقطات غير منتظمة. وتصل المساحة الإجمالية المسقية بحوض سوسمسة وضرعة ما يفوق 231 ألف هكتار، ومنطقة سوسمسة في صدارة المناطق المسقية بأكثر من 148 ألف هكتار بنسبة 64%. توجد بها 8 منشآت مائية بحقينة إجمالية 765 مليون متر مكعب، وبحجم مائي منظم يبلغ 365 مليون متر مكعب. تبلغ المساحة الإجمالية المسقية بحوض درعة 55 ألف هكتار، وتبلغ موارد المائية المتجددة أكثر من 950 مليون متر مكعب ما بين سطحية وجوفية، حيث تصل حقينة سد المنصور الذهبي إلى 439 مليون متر مكعب، وسد تويين 289 مليون متر مكعب. حوض ينقسم إلى ثلاثة أحواض هي درعة العليا، درعة الوسطى، ودرعة السفلى. أما حوض قلميم فتبلغ المساحة المسقية فيه أكثر من 27 ألف هكتار بموارد مائية متجددة تتجاوز 100 مليون متر مكعب. أهمية الموارد المائية بالمنطقة تتجلى في الصدارة التي تحققها جهة سوسمسة في إنتاج البواكر والحوامض على الصعيد الوطني بإنتاج يبلغ 241 مليون طن، تصل نسبة صادراتها إلى 85% وطنيا، كما يصل الإنتاج في مجال الحوامض 890 ألف طن بمعدل صادرات يبلغ 75% وطنيا. قطاع ينضاف إلى مجال الصيد البحري الذي تتبوأ فيه الجهات الريادة أيضا، وكذا القطاع الصناعي. تلك المعطيات والأرقام تجعل من موارد جهة سوسمسة المائية عنصرا رئيسيا في العجلة التنموية، ما يشكل ضغطا كبيرا عليها.
سواء على المياه السطحية أو الجوفية، ومن ثم جاءت مؤسسة الأحواض المائية لمواجهة تحديات ترتبط بندرة الموارد المائية أمام الاستغلال المفرط واللا عقلاني لها. لمواجهة التغيرات المناخية، وكما جاء في السيناريو المرتقى في أفق سنة 2030 أن معظم الأحواض ستعرف عجزاً ملحوظاً، ولتدارك هذا الموقف ولدعم السياسة المائية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم عرضها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفاس سنة 2009. استراتيجية ترتكز على محاور أساسية لتلبية الحاجيات من الماء والحماية من آثار المناخ، التدبير على مستوى العرض والطلب في استعمال الماء، إضافة إلى تدبير حقيقي على المدى البعيد وأكثر طموحاً. كما يشكل إصدار قانون 1095 حول الماء تحولاً مهماً في تدبير الماء بالمغرب، يهدف لوضع سياسة مستقبلية حول الماء ووضع الأسس الملائمة للتدبير التشاوري بإشراك الفاعلين في ميدان الماء. أهمية الوكالة تزداد بازدياد الطلب على الماء، إذ تبلغ الحاجية المائية في منطقة نفوذ الوكالة ما مجموعه 1855 مليون متر مكعب، يشكل الطلب الفلاحي فيه 1764 مليون متر مكعب، فيما يصل الطلب على الماء الصالح للشرب والصناعي 91 مليون متر مكعب. تلك الحاجية المائية التي تزداد يوما عن يوم تنضاف لسلسلة من الإكراهات التي يتعرض لها تدبير الموارد المائية خصوصا بمنطقة نفوذ الوكالة، نذكر منها وجودها في مناخ غير ملائم ومحدودية الرصد المائي، تقلص واردات المياه السطحية واستنزاف للجوفية، التغيرات المناخية وارتفاع حدة الظواهر القصوى مثل الفيضانات والجفاف، وكذلك التلوث الناتج عن الأنشطة السوسيو-اقتصادية بالجهة. إن النشاط الفلاحي الذي يعتبر المستعمل الأول للموارد المائية بالمنطقة سيتعزز بفضل مشروع تعميم نظام الري الموضعي أو السقي بالتنقيط، وسيتم بذلك اقتصاد 150 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بعد تحويل نظام الري على مساحة 50 ألف هكتار لهذه التقنية. هذا إضافة إلى تدابير اقتصادية أخرى مثل الحد من توسيع المساحات المسقية ومن استغلال المياه الجوفية في المدارات العمومية. تضم لجنة عقدة الفرشة المائية حوالي 20 مؤسسة معنية بقطاع الماء كأداة لتطبيق الحكمة الجيدة المعتمدة على الصعيد المحلي، وسطرت مجموعة من الأهداف تصب نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الماء، منها تسوية وضعية الآبار، تبسيط مساطر استغلال الملك العام المائي، التحسيس والتواصل وإشراك جميع المتدخلين في تدبير الموارد المائية التي تمت بلورتها في اتفاقية إطار للحفاظ وحماية الموارد المائية بسوس ماسة كأول اتفاقية من نوعها على الصعيد الوطني. دور الوكالة يتجلى في المجهودات المنجزة للحفاظ على الثروة المائية بالجهة، مثل مشروع محطة التحلية بتفنيت الذي يهدف للحفاظ على النشاط الفلاحي والمياه الجوفية بإقليم شتوكا إتباع بتعبئة 60 مليون متر مكعب لسقي 13600 هكتار. فعن طريق هذه المحطة سنتوفر على ثلاثة مصادر مائية هي المياه السطحية، المياه الجوفية، والمياه الناتجة عن التحلية. ومن بين المشاريع أيضاً مشروع حصد الضباب بمنطقة سيتي إفني، وهي تقنية عريقة تهدف لتجميع الضباب وسقوطه على شكل قطرات في مناطق تزخر بالضباب ولا تتوفر على إمكانيات الحصول على موارد مائية تقليدية. وتقوم الوكالة كذلك بتطوير البحث العلمي وتوفير جميع المعلومات المطلوبة للمهتمين بميدان الماء. من المشاريع أيضاً إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بحجم حالي يبلغ 25 مليون متر مكعب
في الحوض وخمسين مليون متر مكعب في أفق 2030 موجهة لسقي ملاعب الجولف والمساحات الخضراء والتغذية الاصطناعية وكذا الفرشة المائية. كما تقوم الوكالة بالعناية وحماية مجموعة من البحيرات الطبيعية والمناطق الرطبة كبحيرة إفني بتبقال، بحيرة تمنى بورززات، وبحيرة إيرق بطاطا، وكذلك مغارة وينت مدوين بأقادير دوتنانة، ومصبات الأودية التي تلعب دورا هاما في السياحة الإيكولوجية والبيئية. وللتحسيس بأهمية الماء والاستعمال المعقلن له، تم تنظيم قافلة الماء بتنسيق مع شركاء الوكالة كالمجلس الجهوي لسوسماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والجمعيات المحلية. لقد سجلت وكالة الحوض المائي لسوسماسة وضرعة مكتسبات قيمة في سياستها لتدبير قطاع الماء على الصعيد المحلي لتكون نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، خاصة أن للوكالة اتفاقيات تعاون وتوأمة بعدد من مؤسسات الدول الأجنبية مثل فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وبلجيكا، اتفاقيات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية مثل تحسين ظروف العيش للتجمعات السكانية وتجميع الأمطار ومواكبتها، غير أن الوضع الراهن للماء يستوجب تكثيف جهود جميع الفاعلين في القطاع، خاصة ما يتعلق بتوعية مستعملي الماء قصد خلق ثقافة مائية تهدف لاستهلاك معقلن للماء، وكذا برامج توعوية ولقاءات وندوات تعالج موضوع الماء خاصة والثقافة البيئية عموماً.